الباب الثاني ذكر فيه بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، وهم أقرب ما يكون إلى الله، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، وفيه أمانة جبريل عليه السلام والرد على الكفر الفجرة الذين يقولون خان الأمين. كيف خان الأمين؟ كيف تأمين؟ إما أمين أو خان. الله سبحانه وتعالى يجعل جبريل مؤتمن على الوحي، ثم بعد هذا يرمى بالخيانة، هذا كفر أكبر. خان الأمين يقول فصد عن حيدر، حيدر لقب لعلي رضي الله عنه. وفيه أن جبريل عليه السلام ينتهي بالوحي حيث أمره الله، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على وجه الله سبحانه وتعالى.